هلا والله، إذا كنت تشتكي من بطء في جهازك، مهم أنك تسوي هذه العملية البسيطة كل فترة. تضغط على علامة الويندوز وبعدين حرف الR، بتفتح لك هذه النافذة الرن. تكتب فيها كلمة تيمب، مباشرة تظهر لك الملفات اللي تخزن بشكل تلقائي في الويندوز ومرتبطة بالتطبيقات. نضغط على Alt و A، نحددها كلها وبعدين Delete مباشرة، ونضغط على متابعة. بتحذف لك وبتبقى بعض التطبيقات أو الملفات اللي تطبيقاتها مفتوحة. نحاول مرة ثانية وثالثة وبعدها تخطي، وكذا جهازك بيكون أسرع. حركة التمب هذه ما تحذف ملفات اللي موجودة عندك الجهاز، يعني لو عندك 5 ملفات موجودة ما راح تنحذف، هذه تحذف الملفات المؤقتة، مخلفات شغلك. يعني أسهل شيء أقوله، واحد يأكل طاح فتات، أنت قاعد تنظف الفتات بس، ما راح تحذف الأشياء الأساسية في جهازك.